يعني في بقى الحاجه الثانيه اللي انا عايز اتكلم عليها، يعني هما ضربتين مش هياخدوا وقت كتير. هو الضربات الثابته اللي في المتاخره اللي ما ينفعش تتشط بالبلدي. هو بيعمل تركيه معينه كده انه بيخلي الاثنين الاطوال يبقوا متطرفين عند 18. عظيم. يعني هو بيفتح الملعب كده يخلي طوجاي واقف. دي معانا ولا انت هتوصل؟ هم موجودين. هات اللي هو كرات الثابته. الكرات الثابته بالظبط. فالكرات الثابته هو بيستغلها بعيده. اتكررت مرتين. بص هنا هو شنو بيتكلم على البعيد بقى يا كريم؟ مش اللي بتشوط، لا اللي تترفع. فاهم. بص ده محمد برمضان اللي واقف، هو المنفذ الاول على فكره ضربات الثابته، وبالمناسبه سجل من ضربات ثابته، وبرده لازم يتبص له بعين حريصه شويه. بص اللي هناك ده مين؟ توجاي اللي هو المدافع. ده حموده. في القلب مين؟ مرياح. كمل الفريم اللي بعده. بص هو هنا وقع، فاللعبه باظت. فانا برده اللعبه شدتني، فحبيت ان انا اشوف هي اتكررت ولا لا. بس انا عايزك تركز بقى، بص مين اللي قطع لجوه ومين اللي استنى بره. لربما ان الكوره تيجي يا اما جوه او لبره، فيبقى في اثنين اطوال عندهم الكتر ان هم يتعاملوا مع الكوره الثانيه. ممتاز. بالظبط. خش بقى على اللعبه الثانيه والحاله الثانيه. بص اتكررت. مين اللي واقف؟ كمل. بس بقى هنا اتنفذت صح. دي ضد البنزرتي. كمل مين؟ بس بقى انا عايزك بقى تبص بقى هنا. شوف كام لاعب جوه ال 18؟ ادي 1 2 3 4 لا انا 5 و2 بره على 18. انت مين بقى اللي جوه؟ اللي في الدايره اللي حوالين ال 18 كام لاعب؟ ان الكوره لو راحت صح او راحت زي ما هم عايزين كانت هتبقى جون. صح. فدي تركات بتتعمل من فرقه الترجي عشان يستغلوا الاطوال بتاعتهم. انا زي ما قلت لك هي فرقه مش قويه في الفنيه قوي، وخاصه على الارض. انا ما بعتمدهاش على الارض. اتصور انا دلوقتي قعدت افكر مش عارف ازاي نوصل الحلقه لمارسيلو، بس اكيد بارسي كوره عنده تيم محللين جامدين قوي. اكيد طبعا. هايل يا شناوي.